مساء الخير اعزائي المشاهدين، مساء الهنا، مساء السعاده عليكم. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج سكرين شوت. طبعا النهارده الحلقه بتاعتنا هتكون حلقه مكمله للحلقه السابقه، الحلقه اللي فاتت بتاعت الاسبوع اللي فات. طبعا كان في موضوعات كتيره جدا فتحناها وما كملناهاش، وحابين نقول فيها راينا وفي اراء جت لنا جديده، فيعني لسه الموضوع ما اكتملش. لذلك فكان لابد يكون معانا استاذ خالد العسوي الشهير بخالد شو. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ نفين، مبسوط اني معاكم للمره الثانيه وربنا يوفقك. احنا سعداء جدا بحضرتك. طبعا معروف هو عدو الستات، طبعا برضو كل الستات مش هتأيده بعد كده. النهارده عايزين بقى حضرتك تدينا بقى نبذات صغيره كده لنقفل المواضيع الحلقه اللي فاتت. هو بالنسبه للحلقه اللي فاتت، هو في سؤال بس يعني احد الاصدقاء نبهني ليه، ان اللي هو اللي عمل مداخله وقال ان هو مراته عايزه نفقه بالظبط، فاهم؟ فانا كنت رابط النفقه بالطلاق، بس طبعا احد المستشارين صحابي يعني قالوا لي لا، ده حق لها في وقت الخلاف ان هي تاخد نفقه انفاق ليها هي، للزوجه ذات نفسها، للزوجه نفسها يعني. لما بعد الطلاق بيبقى النفقه للاولاد. فاحنا حبينا بس نوضح للناس عشان ايه، يعني اذا يعني كان ده تخصص بقى يعني يا ريت يكون وجود سمعنا طبعا اللي هو طرح علينا السؤال. ان شاء الله احنا بنصلح وبنصلح الاجابه، لان احنا كنا برضو مش عارفين سواء كان فعلا في نفقه او ما فيش. وبالفعل الحمد لله ان في نفقه، وانت كلام حضرتك مظبوط. فالستات لو عايزه فلوس بقى يبقى تتخانق ما تتطلقش. تتطلق يعني، هي هو حضرتك دايما دايما معترض انت على موضوع الطلاق. طبعا هو ابغض الحلال عند الطلاق، طبعا معروف ان الطلاق ده لا بس ساعات في امور بتضطر حضرتك ان الانسان يعني يوصل للطلاق، يكون فيها حلول. فاحنا طبعا انا عارفه حضرتك بتتكلم ان لازم نخلي منظومه حلوه في بيتنا، لازم الدنيا تبقى كويسه ولا اخره، بس احيانا الطلاق بيكون عنصر لحل المشكله. اكيد، بس احنا برضو لازم نأصل القاعده بتاعتنا ان المواضيع مش على التعميم. ما هو مش على التعميم، احنا في ستات وحشه وفي ستات كويسه، في رجاله وحشه وفي رجاله بالظبط كده. فحضرتك يعني مش هتخصص ان الست هي الاساس ولا لا، دايما الناس تيجي على الحالات اللي هي بتخصها وتستفيد من الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها، تاخد اللي يخصها منه وتحاول تتجنبه، بس مش اكتر. انما تقولش انت بتقول كل الستات، لا مش كل الستات، احنا بنتكلم على مشكله معينه واقع فيها بعض الستات، يعني الستات اللي بتتعرض لموضوع الطلاق لازم بتدرسها مره واثنين وثلاثه، عشان لازم طبعا تفكر. لان الحياه جوه البيت غير بره البيت. برضو احنا برضو لسه ما حضرتك ما قلتليش رايك في نظره المجتمع للمراه المطلقه. انت حضرتك كلمتها عامه، احنا عايزين بقى حضرتك تدينا برضو اجابه نهائيه ان المفروض المجتمع يكون رايه ايه في المرأة المطلقة. احنا قلنا بخلاف ان حضرتك بتعترض على، معلش، بخلاف اعتراض على الطلاق. احنا اعترضنا انت قلت الطلاق خلاص اتطلقت. احنا كمجتمع شرقي وعربي بنعامل الست المطلقة درجة تانية في المجتمع، ما بتاخدش حقوقها كاملة في اي حاجة، حتى لو حبت ترتبط براجل تاني او تتجوز جوازة تانية. دايما يقول لها، يعني تلاقي الاهل حتى يقول لهم ايه، طب انت هتجيب لها ليه؟ دي مطلقة. هتدفع لها مهر قد كده ليه؟ دي مطلقة. تمام. وكمان في مشكله هنا، ان المطلقه مش هينفع تتجوز شاب، اكيد، لان اهله هيقول لك ايه، طب انت هتاخد اول بختك مطلقه. صح. فانت كلمه مطلقه دي في حد ذاتها بره يعني في اطار المجتمع الشرقي والعربي اللي احنا عايشين فيه، بتعامل معامله درجه تانية. مهما كانت ناجحه في حياتها، سواء اشتغلت اغتنت اتشهرت، هي برضو بتتعامل معامله الدرجه التانية. ده تبع العقلانيه اللي احنا بنقول الشرقيه اللي احنا الشرقية. فيها دي لكن انما بره مثلا او مثلا المجتمع منظور تاني بينصف طبعا جامد جدا. لا هي بتاخد، لان هي بيقول ان هي المراه اللي خدت خطوه الطلاق عشان تعيش حياه صح، اذا كانت مرت بظروف صعبه، فدي كتير من الناس بتقول عليها تاخد شابو ليها، يعني على اساس قويه جدا انها قدرت تواجه المجتمع وتواجه يعني المشاكل العديده اللي هتبقى قدامها. هل هي بقى درست موضوع المواجهه؟ لان خدي بال حضرتك ان هي بتدرس من نظري، ما جربتش. ودايما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. فلما بتخرج بقى تحتك بالمجتمع، كل تخيلاتها واحلامها في الوضع اللي هي كانت رسمه فيه ممكن ينهار في السوبر ماركت. ممكن بيختلف الناس اللي هي عارفه ان هي مطلقه.
ما عشان كده احنا حابين ان نقول يعني، يعني حضرتك توجه بقى كلمه للمجتمع ككل، ان النظره دي الى حد ما طبعا مش حضرتك، مش هنقول ان حضرتك هتغير المفاهيم، فاستحاله احنا هنقدر بقى سنين السنين، بس هو لكن لو دفع يعني ان سمعنا حد من 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 ضيوفنا او من المشاهدين بتوعنا وكانت ليه نظره مختلفه شويه، فالى حد ما يحاول يغيرها الى حد ما، يعني انا بتكلم على كده، فحضرتك ممكن تقول لنا كلمه. اضطرت الظروف للست ان هي تتطلق وهتبتدي تواجه المجتمع، تمام، اول حاجه ما تتعشمش في حد ان هو هيعمل لها حاجه بدون مقابل، تمام، فتبتدي تعتمد على نفسها هي وتنسى كل الناس اللي حواليها بمشاكلهم بحياتهم بكل النصايح حتى اللي هم بيقولوها، لا ما تسمعش، انت خدت قرار اصبحت ست قويه، التزمي. تشتغلي، تعتمد على نفسك، معاكي اولاد، بيتك مفتوح، انت بيتك قايمه بذاتك، تمام، فلازم تستمري، هتقابلك بعض الاوقات اللي انت هتحسي فيها بياس، لا تكملي، لان انت لما بتحسي بياس بتبقى انت اتعشمتي في حد وخلى بيكي، او مثلا معتقده ان الحياه هتبقى وردي، فبتبتدي مستنيه فارس الاحلام اللي هيجي ياخدك من الجو ده، لا انت بتعيشي دلوقتي في مجتمع درجه ثانيه بتحاولي تثبتي نفسك فيه عشان تطلعي للدرجه الاولى اللي انت تبقي زيك زي كل الناس عادي. تمام. بالنسبه للمجتمع المفروض يعامل الست دي كانها بقت ست، كائن ضعيف ما اصبحش ليه سند، اصبح سندها شغلها واولادها، فهي طبعا حطت نفسها في الاطار، فليت احنا ما نضغطش عليها، ما تبقاش حاجه ضعيفه بالظبط، اللي بالزبط. هو حتى المضايقات بتيجي من الاهل، يعني مثلا ممكن تيجي تنصح اختها المتجوزه في موضوع تقول لها انت عايز تخرب عليا زي بتطلق زي ما انت اتطلقتي، لا بلاش الكلام الحته انت مطلقه، لان انا مش يعني انا مش معوقه، انا بالزبط. مطلقه أيوة. يعني حتى بالزبط. المعوق مثلا الناس حتى ممكن تتعاطف معاه، بتراعي دي برضه نفس القصه، أيوة. انت خرجتي بره ان انت السند بتاعك، سواء كان الراجل حلو او وحش، فانت خلاص خدتي قرار ان انت حصل كره، حصل انقطاع في الحياه تستحيل معاها ان احنا نكمل، انت مسؤوله، انا بواجه المجتمع بالزبط. المجتمع ما يضغطش عليا، يعني احنا بنقول ان المجتمع يزيد احترام ليها مش يقل احترام ليها، بيزيد احترام ليها، لكن في المفروض يزيد احترام ليها لو هي بدات فعلا تمشي في اطار الاحترام ده، خدي بالك، تمام، انا فاهمه حضرتك، لما بتتطلق بيبقى ليها وجهات نظر تانية خالص مختلفة، ممكن تهدم فيها بيوت، يعني تيجي على واحده متجوزه تقول لها على فكره انت استريحت من ساعه ما اتطلقت، طب التانية مش مستريح، فتبتدي تشغل دماغها انها عايزه تطلقها كمان، بتبتدي احال الحياه المستقره، انما هي مش عايشه الحياه دي، ممكن تكون تعبانه جدا في حياتها، بس بتبتدي بس عايزه تخرب على غيرها، بالظبط، فهي طول ما هي ماشيه في الاطار بتاع ان انا بواجه المجتمع لوحدي وانا ست قويه وبطلب من المجتمع ان هم يعاملوني كويس، انا ما تخللش جوه المجتمع واحاول اديله وجهه نظر ثانيه غير اللي انا عايشه فيها، ايوه، يعني لما كنت تعبانه اقول على فكره انا تعبانه في النقطه دي بالذات، نفسي الناس تتغير فيها، انما مش هبقى تعبانه واكذب بودي الناس في المجتمع ان انا كلنا نبقى مطلعين يا جماعه على صفات الحياه حلوه ولا لا، طب لا هي طبيعه تبقى بتواجه صعوبات كتير، والست ما بتحسش بموضوع الطلاق ده او بموضوع الانفصال عن الراجل، اللي هي الستات اللي اتطلقت ورافضه الجواز تاني، يعني ممكن تبتدي حياتها تانيه، تمام، لما اولادها بيكبروا ويتجوزوا وتلاقي نفسها قعدت لوحدها، بيكون بقى العمر عدى، الظروف مفيش، تبقى حياه صعبه، سنها كبر، طب هجيب هتجوز دلوقتي، ده انا حتى لو اتجوزت دلوقتي عيالي او ولادي هيعيبوا عليا انا اصلا بعد السن ده ان انا اتجوزت، بالظبط بالظبط، فما هي برضو المطلقه بتبقى محكوم عليها جدا احكام كتير، يمكن في عوامل وبيبقى في عوامل نفسيه داخليه برضو ليها ممكن ما يدركهاش المجتمع بقدر ان احنا مرت علينا حالات، الاهل اكتر، والاهل ناس. كمان الاهل دايما يقول ايه، بالظبط، ربي عيالك بقى خلاص، طب انا احتياجي كراجل كونس كموده، حد يروح معايا مشوار، حد يقضي لي مشوار، نقعد نتكلم مع بعض، خدي بالك حتى المتجوزين الراجل طول النهار في شغله والست طول النهار في شغل البيت، النص ساعه بتاعت بالليل دول ان هم بياخدوا ويدوا مع بعض في الكلام بتدي لهم طاقه ان هم يكملوا تاني يوم ويتنسيهم اليوم تاني، كل يوم بيوم، بالظبط، عشان كده الستات ما تجيش تنكد يا ريت قبل النوم علشان الراجل بيبقى خلاص، يعني ما حدش ينكد على ده بالظبط. طب تمام كده، يعني احنا قفلنا الموضوع، لا احنا الموضوع بقى تاني، ان عايزين حضرتك يعني تدي نصيحه لكل زوج وزوجه للاثنين مع بعض توينز مش حد وحد، عشان يبقى البيت هادي، انا عشان اقفل الصفحه دي ونبدا بقى البرنامج. هو انا بدي نصيحه لنفسي وللناس كلها مش الناس بس، الست الراجل عايز منها الطاعه، الطاعه تعمل اللي هي عايزاه،
بس تحسسه ان هو راجل. خدي بالك ان في ستات عندها ده وحش جدا هي مش واخده بالها منه. ايه هو؟ نصاحه. بمعنى كل ما جوزها قاعد قدامها تقعد تنصح فيه، مش كنا عملنا كده، كان زماننا بقى حنا، مش عارف ما جبناش ايه، كان زماننا هنبقى فين. انا راجل يعني انا اعمل اللي انا عايزه. مش بتحسسه بوجوده قصدي حضرتك؟ بالظبط. انت انا بنصحك بنصحك بنصحك، انت مش امي. انا جوزك، انا اعمل اللي انا عايزه. انت بذكاء الست اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت، ازاي احور المواضيع بحيث ان انا اخلي الراجل يقتنع ان هو اللي عامل بس انا اللي عايزه. بذكاء بقى. الستات بتقوم حروب بين الدول، مش هتعرف تاخد راجل تفهمه الكلمتين دول. حضرتك جاي على الستات؟ لا احيانا فعلا لو رجعت للتاريخ كله في دول قامت فيها حروب بسبب الستات. ايوه فانت ست قومتي دوله على دوله ووقعتي ناس كتير. الذكاء بتاعك بقى ان انت تاخدي جوزك، يا حبيبي حاضر هعمل لك عينيا، حاضر مش عارف ايه، وخدي منه اللي انت عايزاه بعد كده، اعملي كل اللي انت عايزاه، بس ادي له حته ايه؟ ان انت راجل البيت. الوضع بالظبط. انت مش هتتدخل في البيت لان ده مملكتي انا. تمام. فانت اللي عايزاه اطلبيه. انا على فكره مستغرب جدا من ان الرجاله اللي ستاتها بتروح السوق تشتري طلبات البيت. ليه؟ المفروض ان المفروض الراجل خلص شغله وبيجيب طلبات الاسبوع كلها، او باخدها معايا مكان واسع نشتري كل طلباتنا ونحطها في البيت وخلاص، مش محتاجه انت تنزلي السوق ليه؟ ليه تتعاملي مع ده وده 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 يخبط فيكي وده وشنطه تقيله وعربيه معديه مش عارف ليه؟ استاذ خالد، لا ما هو ليه؟ ده التزام الراجل. بس احيانا في فئات معينه من المجتمع مش نفس الفئه اللي حضرتك بتتكلم عنها. لا يعني انا بتكلم على مستويات المجتمع كلها. يعني ما هو برضه ما في ناس الست هي اللي بتضطر تنزل تجيب حاجتها، بتضطر تنزل لو المكان قريب منها، يعني في بعض في المناطق الشعبيه المحل جنب البيت. بالظبط كده. ماشي وفلان عارفني وفلان عارف السوق فلانه، تجيب الحاجات مشترياتها وتيجي، مش لازم تروح بقى. ده عارف انا فلانه دي مرات مين، مش لازم تروح فتح الله، مش لازم تروح كارفور، مش لازم تروح حاجه مكان. ما دي كل حاجه لها ناس فعلا بتركب تروح اماكن ثانيه تشتري طلبات. طب ليه؟ لا انا جوزي معايا هو يشيل الشنط. هو الراجل قوته بنيته الجسديه اقوى من المراه، يشيل ويحط ويودي ويجيب. بس ساعات بيبقى فيه اتفاق شخصي ما بين الزوج والزوجة ان انا هديكي مصروف وانتي اتصرفي، وست تبقى سعيدة جدا. ساعات في بعض الستات بتبقى متضايقة ان جوزها هو اللي جايب طلبات البيت، ومش حاسة بان في عامل مادي في ايديها هي اللي بتجيب، احساسها بالكيانة. هتصمصر بقى حاجة اكيد طبعا، هتصمصر على جنب. لا عايزة تصمصر عشان نجيب دهب وخش جمعيات. بتحس بقى ان ايه، ان هي معاها وهي بتعرف تجيب تدبر البيت. وخلي بال حضرتك كتير جدا من الستات هي اللي بتدبر البيت لو هي نزلت السوق. هو طبعا المنظومة بتاعت حضرتك جميلة ان مش المفروض تنزل السوق وتبهدل نفسها، لكن في نفس الوقت الست مدبرة. الراجل هي مدبرة، عارفة ايه تصرفه هنا وايه ما تصرفوش هنا. تخيل ان انت لما بتروح في اي مكان الزوجة بتبقى حابة جوزها لو هي عايزة يخرج، عشان هو هيصرف، هيفسحنا، هيجيب لنا حاجات حلوة، بيكلفونا اكتر. بالظبط كده. لكن لو هي مسكت نظام البيت بتبقى منظماه، لان طبيعة الراجل هو الشراي يعني. تنظم طلباتها. الراجل من عنده، خدي بالك ان هننقلنا لنقطة تانية، ان في راجل بخيل. بقى ايه رايك؟ دي بقى مشكله جسيمه، مشكله جدا جدا جسيمه. ان الراجل البخيل ما بيبقاش بخيل في الماديات بس، ده بيبقى بخيل في مشاعره ذات نفسيه كمان. ايوه بالظبط. كل حاجه. لو انت خرجت مع جوزك وجاب على قد طلبات البيت وقعد يحنتف من هنا ويحنتف من هنا، ده ولا خدها ومشاها طول ما هو قاعد يمشيها. ودي له امه لو مش عايزها. لا بيبقى شيء صعب جدا. انا في رجاله صعبه وفي ستات برضه صعبه جدا. بالظبط يعني. طب يعني هي لازم يبقى في حته حلوه كده لحضرتك. يعني ان برضه الست طاعه جوزها في اطار ان هي برضه بتعمل كل الامور اللي هي تمشي بيتها على مزاجها، بس جوزها هيبقى مقتنع فعلا ان انا اللي راجل البيت. انا بنقي لك هدومك، بقول لك البس ده عشان ده بيليق عليك. حلو. الراجل يلبس يلاقي صدق لايق عليا. ايوه مش تقول له بقى ايه، لا مش حلو، مش حلو ايه ده؟ طب انت مسرح شعرك ليه؟ انت مش عارف اللي هي مش عارف ايه. النصايح ان انت مش انت لازم شيك ليه، انت رايح فين؟ بالزبط. انت عايز انا اعرف ناس لو لبس شيك ورايح البدله انت رايح فين؟ مراته تروح له الشغل. طب انت مش جاي على الشغل، انت رايح تتجوز. ده بقى عشان حاجه واحده، لانه ممكن يكون في البيت ما بيعملش نفس النظام اللي هو نازل بيه. ده بقى ذكاء الراجل هنا. عشان كده دايما ايوه الحته دي مهمه. الراجل لو متجوز واحده تانية، طب ممكن ناخد مكالمه وبعد كده نرجع نكمل المكالمات دي اللي بتخرجنا بره الموضوع. لا هنكمل. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك حبيبتي؟ اكلم استاذه نيفين لو سمحت. معاكي يا حبيبتي. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي.
مساء الخير. مساء الفل. اسمع معاكي من القاهره. يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك بتتكلمي في امور الطلاق والحاجات دي. اهلا بحضرتك. الصوت سابق على فكره. ايه الطلاق؟ بالنسبه للطلاق، ايوه، اللي بتطلق من غير سبب، مجرد ان اهلها قالوا لها اتطلقي، ده يبقى ايه؟ لها حقوق؟ اهلها ولا اهلها؟ اهلها هي؟ لا، اهلها هي، ابوها وامها هما اللي فرضوا عليها الطلاق. هما اللي فرضوا عليها الطلاق. طب هي دورها فين؟ هي دورها ما اتكلمتش. ازاي؟ طب هي اللي تقدر تقول اه او لا. كلمتها يا بنتي. انت يا بنتي ليه طلبتي الطلاق؟ ما حدش كلمك ولا حد عامل معاكي مشكله. فترانين في رمضان الحمد لله ونزلت. ماشي تمام. نزلت قالت انا هجيب حاجه لبنتي، وراحت واخده بعضها وراحت ماشيين على الـ على الـ قابلت ابوها وامها، وراحوا رايحين على الشقه كسرينها، خدوا منها حاجات. ماشي. وبعد اسبوع، بعد اسبوع ما مشيت راحت رافعه ايه؟ خلع. من غير ما حد يعمل فيها اي حاجه. وحق كلمه لا اله الا الله، كنا بعاملها زي بنتي. حضرتك حماتها؟ انا حماتها. ايوه ايوه. وكنت ببص بعملها، يعني امها، يعني لو اقول لك اكتر من ان امها رمتها. وما كانوش بيسالوا عليها الا بعد ما اتجوزت، ولا وهي والده ولا الكلام ده خالص. وانا سالتها. طب وانا جوزها موجود ولا مسافر ولا مع حضرتك؟ لا موجود. موجود. يعني هي طلبت ورد. يعني اهلها قالوا لها اطلقي من غير سبب، من غير اي سبب. بنسالها يا بنتي ايه السبب؟ تروح ساكته. في اولاد؟ بعتنا لها ناس، ودخلنا ناس في النص. يعني بيننا وما بينهم. ماشي. ابوها قال لا 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 مش هرجعها، ده لو نزل له ربنا من فوق. طب ايه السبب؟ احنا عايزين نعرف السبب. اللي هي مشيت عشانه عشان في طفله، يعني بعد 10 شهور راحت اتطلقت. يعني لدرجه ان القاضي في المحكمه بيقول لها جايه تطلقي، يعني تطلقي ايه بعد 10 شهور جواز؟ انا فاكرك بقى 10 سنين 20 سنه. يعني هي 10 شهور جواز وهي معاها طفله؟ معاها طفله بعد 9 شهور جواز، يعني خلفت. بنت ما تمتش شهر. وكنت جايباها قاعده معايا هنا سبعت ومعلش ونفستها وشلتها، وراحت واخده بعدها وراحت ماشيه. الموضوع ده من غير اي سبب. تم من قد ايه كده؟ الحوار ده تم رمضان اللي فات اللي قبليه. هي ارتبطت تاني بحد تاني؟ والله هو بص، لان هم قالوا احنا هنجوزها. يعني كان في حد؟ هم بنفس اللفظ كده قالوا في هي هتتجوز. حتى لما اتصل على حد من طرفي قال له لا ده انا بجهزها وبجوزها وهتتجوز. طب والبنت مع حضرتك معاها؟ البنت معاها، وطلبنا منهم رؤيه مع حماد بنتي الله يرحمها. قالت روحوا قافلين السكه في وشها لما اخذها، وراحوا متكلمين معاها بالفاظ مش كويسه. طب ماشي، تابعينا يا فندم. ماشي حبيبتي. ماشي. ايه راي حضرتك؟ ده شيء غريب جدا طبعا، ان واحده هتبقى حياتها مستقره واهلها يجبروها على الطلاق. هي يعني الاهل ليه بيعملوا كده؟ تدافع عن جوزها. هي فين دورها هي بقى؟ هي دورها هي فين؟ هي المفروض كانت الا لو كان في حد تاني. ما طب ما هو خرجت من هنا وعادها مثلا بالجواز لو اتطلقت. بس اهلها لا، خلي بال حضرتك ان اهلها هم اللي بيسعوا للموضوع دوت. هو بيسعوا للموضوع ده وخدوا العفش. ده موضوع نصب كله داخل في اطار القانون. احنا تكسير وعايزين حاجه. ما خدتش حاجه من الامور القانونيه. انا كسرت وخدت حاجه عشان طمعانه فيها. تمام. واتطلقت عشان في واحد تاني. وخدت البنت عشان احرم الراجل منها. الراجل دوره ايه هنا في الموضوع؟ تجاه القانوني ما يتصرفش اي تصرف من نفسه. يبقى كل حاجه ماشيه بالقانون. كل الدلائل معاه. الرؤيه، كسر الشقه، العفش، القايمه، المؤخر، كل ده لازم ياخد اتجاه قانوني. انما هي عملت كده ليه؟ ده بقى يرجع بقى للاصل. يرجع للعيله، يرجع ان في حد تاني ممكن يكون فعلا في ماسكين عليهم حاجه، هم مضطرين يعملوا كده لحاجه تانية. ممكن الوالد يكون بيشرب حاجه، ماضي شيكات، بيرغم البنت على كذا. بيرغم كده مع بعض الناس. الله اعلم بقى. في قضيه بس هو يعني هتبقى الموضوع موضوع في ايد ابن حضرتك، يعني ان هو ياخد كل اجراءاته القانونيه عشان ده حقه. طالما هي يعني اهلها هم اللي عملوا وسووا، هياخد اجراءه القانوني عشان ده حقه. وما يسالش هي عملت كده ليه، لان هي اصلا ما ينفعش حتى لو رجعت يعيش معاها. ماشي.
صح؟ تمام ماشي. انا معانا احمد عبد المقصود من الشرقيه. اهلا وسهلا بلدنا. الو شرقاوه. الو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا استاذ نفيس؟ ازيك يا وائل؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله والله تمام. اتفضل. انا عايز اتكلم بخصوص الطلاق وكده. بخصوص ايه؟ طلاق. عايز اتكلم بخصوص الطلاق. اتفضل حضرتك. اتفضل. انا كنت متجوز من سنتين كده، من 2018 وعندي ولد. تمام. الوقت عنده سنتين وشويه، وحصل لي ظروف، شويه ظروف عمولات وكده وسحر وبتاع كده، انا ومراتي، وانا كنت بحبها في الجواز وخطبتها سنتين كده. ودلوقتي اتطلقنا، واتطلقت مع 30/3 اللي فات 2020. السبب بس ايه؟ بس احنا لسه بنحب بعض وكده، وهي بتتصل عليا وانا بكلمها وعايز ارجع لها تاني، وجماعتها مش عايزه يرجعها لي كده، وانا عندي ولد منها. جماعتها اللي عندكم ولا عندها هي؟ لا جماعتها عندها هي، اتطلقت قعد مع حدا شيخ وبتاع واتطلقت وكده، هي مش كانت عايزه تتطلق وبتاع، وجماعتها غصبوا عليها من كتر المشاكل يعني وكده. وحضرتك بقى كنت شاكك في الموضوع ان هو فيه سحر؟ هو طبعا سحر مذكور وموجود يعني. لا احنا كان معمول لنا عمولات فعلا، وكنا بنتعالج حدا مشايخ وبتاع وكده، والحمد لله خفينا انا وهي وبتاع. في ناس عايزه تفرق بينا يعني، عشان احنا كنا بنحب بعض يعني وكده جامد يعني وكده. وانا مع الاستاذ برضو ان الواحد يروح يتسوق لمراته وكده، انا كنت دايما اعمل كده برضو، انا بحبها، والانبوبه نفسها بروح اجيبها لها من تحت، هي مش تقدر تشيلها وكل حاجه، لان انا بحبها. ايوه بخاف عليها. ربنا يقول لك ايه؟ ربنا يأذي يعني، ربنا يأذي الموزي، لان هي كده انتوا اتأذيتوا يعني، كده انه موضوع من الاذى ان حد اذى البيت واضطرته انه يبقى في طلاق. بس يعني المشكله برضو ان كان ممكن المشاكل تاخد يعني حل شويه اكتر ما يبقى في طلاق يعني، كان ممكن يبقى انت بتحبها وهي بتحبك. جماعتها يعني شداد شويه، هم اللي غصبين عليها. بقول لك لسه لحد الثانيه ديت بكلمها وهي بتكلمني ازال، بس ابوها وامها، مش عايزاها ترجع لي تاني يعني وكده. أيوة. اما هي عايزه ترجع لي تاني كمان يعني، هي عايزه ترجع لي دلوقتي كمان، بتقول لي من ورا جماعتها وبتاع، وانا مش راضي، فانا مش عارف اعمل ايه. استودع يعني حلو عندي ولا يعني عايزه ترجع من ورا اهلها؟ طب نسمع راي بقى استاذ خالد. هو حصل طلاق فعلي ولا لسه في مشاكل؟ لما الكاميرا راحت حصل طلاق، او حصل طلاق بقول بقى حصل طلاق فعلي. فهي عايزه ترجع له تاني. مش عارف الاهل اللي عايزين يطلقوا بناتهم دول، هو بيقول لك من كتر المشاكل اللي كانت موجوده وقائمه في معاهم، فخلاص عايزين يطلقوها، فطلقت. بس هي بتحبه وهو بيحبها، وهي عايشه واهلها مش عايزينه يرجع لها تاني. ما هو هي طبعا مش هتنفع ترجع غصب عن اهلها، لان ما في بينهم طلاق. هي عايز ترجع، هي عايز ترجع، بس هو مش هينفع، لان لازم هيكتبوا عقد تاني مشترط فيه الولي والاشهار والشهود وعقد من اول وجديد. هتعمل الكلام ده ازاي؟ لان الطلقه بقت على كلامه الطلقه بقينا. طب ما هي بالغه سن الرشد ومعاها ابنها يعني. لا يجوز طبعا، لو عندها 50 سنه لازم ولي. لازم ولي، ما تبقاش هي حكيمه نفسها، وليت نفسها. ما في كتير بيبقى وليت نفسها. قضيه كانت خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحابيه حاجه معينه. انما دلوقتي احنا لو فتحنا الموضوع ده، كل واحد عندها 40 سنه هتجوز نفسها، ولا ابوها يعرف، ولا الدنيا هتبقى الدنيا فيها مشاكل كتير، لان خصوصا ان احنا متجهين بسرعه الصاروخ في الجواز العرفي بنسبه كبيره جدا، ومش قادرين نحكم الموضوع، لان ما فيش ورق بيتوثق. فبيحصل اولاد، وبيحصل ميراث، وبيحصل حاجات كتير جدا، واحنا مش قادرين نحكمه، لمجرد ان انا ايه، انا مش هتجوز بولي عشان انا بلغت سن الرشد ورقتين وشكرا. طيب الجواز العرفي ما فيهوش ولي، يبقى ده حرام؟ على مذهب الإمام أبو حنيفة إن هو يجوز، إن كان الولي متعنت لدرجة إن أنا خلاص هبتدي أمشي في طريق تاني. في دايما أبهات بتحكم على بناتها من حبهم فيهم طبعا، أو مثلا تتجوزي وربي ولادك، عادي وربي ولادك والكلام ده كله. فبيحصل عند الست إن هي محتاجة راجل، في فتنة بتحصل. تمام. فاهم؟ فأجاز الإمام أبو حنيفة إن هي تتجوز عرفي بدون ولي، بس بالثلاث شروط الصحيحه، ولازم الولي ما يكونش ابوها، ممكن يكون اي حد تاني من عيلتها، بحيث ان هو يقدر يتصدر للمواضيع القانونيه والشرعيه مع الزوج. طيب مشكله الاستاذ وبيعتبر ولي برضه، بس ولي طيب غير متعين. طب مشكله الشرقيه دي نعمل فيها ايه يا استاذ محمد؟ لا موضوع ان هي ترجع له، بعقد تاني جديد، ده حاجه تانيه دي خالص يعني، ده عقد جديد، ده لازم له يعني اتفاقات، لان هو ممكن ترجع له واهلها يعملوا مشاكل، يروح فيها ناس يعني، تبقى وقعت مشاكل. لا بقى وضرب مشاكل يعني كتير. وبتاع بس وهيحصل اول حاجه هو بيقولك مع ابن، ما هو مع ابن الوالدين،
هتبقى عاقه هيغضبوا عليها، تروحتي من ورانا وعملتي، فهي هتبقى خسرة الآخرة. هيبتدي جوزها ده لو حصل بينه مشكلة وجي بعد فترة ما حبهاش أو أي مشكلة ورماها، أهلها مش هياخدوها، فهي هتبقى زنقت نفسها بين موضعين، بين إن جوزي مهما كان بيحبني، ممكن النفوس بتتغير، ممكن الحسد والسحر زي ما بتقول حضرتك بيشتغل تاني، فحصل انفصال، ترجع أهلها لا أنت اتجوزتي غصب عننا بره، بره هنا وبره هنا، بقيتي في الشارع. ممكن طالما هو استمرارية السحر اللي موجود ما بينهم ممكن فعلا يتكرر تاني، طالما هم عايزين يفرقوهم. انت لو اغفلت الاذكار والاوراد والعلاج اللي هو قال عليه ده لمدة يومين ثلاثة ورا بعض انت هيرد تاني. حتى انت لو بتقعد في قعدة جلسة من جلسات الجن والسحر والكلام ده كله، ممكن الجن يخرج لما الشيخ بيقرا ويرجع تاني بعد ما يمشي. يرد تاني بالفعل. لازم في تحصينات شغالة طول النهار. والحسد مذكور جدا جدا، وللاسف الحسد بيجي من الستات كتير. طول ما هي بتتكلم عن جوزها ان هو حلو والناس شايفه ان جوزها مريحها، لما تيجي تتكلم في مشكله تقول لا ده احنا نفسنا نبقى زيك، ده انت عندك عربيه، ده انت جوزك بيجيب لك، ده انت جوزك، ده انت جوزك، ده انت يعني. صح الكلام ده بيأثر، بيأثر بالفعل حتى لو انت مش واخد بالك. انت الكلام ده بيأثر، فانت لازم تقدم المشيئه. وفي نفس الوقت الستات ما تقعدش في الاعداد بتاعتها ده انا جوزي عمل، جوزي سوى، جوزي 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 يلا في ايه. وفي نفس الوقت ما تشتكيش منه كتير، لما بتشتكي يبقى بتغذي العين. ما هي خلاص انت حياتك باينه قدام الناس، يا ده يا ده الاقارب اهم حاجه. حياتك باينه قدامهم، انت ما ينفعش تشتكي على قاعدين معاكم على عارفين كل حاجه. فالحسد ده فهو الحسد ده موجود طبعا، وده ما ليه بيؤدي مشاكل جامده جدا يعني بصراحه جدا. الحسد يذهب الرجل الى القبر. طيب معانا مداخله تانية يا عم علاء النهارده، احنا عايزين نخلص المكالمه. يلا الو. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج علاء عامل ايه؟ ازيك يا استاذ عامل ايه؟ الله يخليك. اهلا بحضرتك، اهلا بيك، منوره في الشاشه والله. الله يخليك يا هند. الله يخليك. لا دلوقتي يعني الستات عادة تنتصر علينا كده على الشارع على طول كده. الستات ايه؟ تنتصر؟ الستات عادة تنتصر على الرجال على طول. عملية الخلع دي خلت الست عادة تنتصر على الرجل على طول. بنطالب بالمساواة. استاذ خالد هيرد على الموضوع ده. بنطالب بالمساواة. فين الستات بتنتصر؟ دي الستات مظلومة. فين يا حاج الستات بتنتصر؟ استاذ اتفضل معايا حضرتك. اتفضل. دلوقتي مراتي عملت عليا عقد خلع. ماشي. وطبعا اولادها واقفين معاها، اولادها واقفين معاها، ولدين، الولد الكبير هو اللي يعني هم اولاد حضرتك يعني. تمام. ومطردني من البيت بقالي 6 شهور ومعددين بالجد. هم ماشيينك من البيت؟ معزيني بالجات ومطردني من البيت بتاعي ومطردني منه بقالي 6 شهور. وطبعا عمل جلسة خلع، اول جلسه اتأجلت شهر. طب وعمل خلع ليه؟ لا هي بقى ماشيه ورا ابنها على تجيبها زيت، كانت معاها عربيه جايب عربيه جايب عربيه، والولد الكبير عايز يكتب العربيه باسمه. وطبعا يا ابني اكتبها باسمك ازاي؟ طب العربيه معاك وانا ما باخدش منها حاجه، وعمل دكان. طبعا احتلوا على الدكان وعايزين يحتلوا على العربيه. تمام. فانا خدت العربيه بعتها. فطبعا هم عايزين الفلوس ويرموني في عايزين ياخدوا منك الفلوس ويطلعوك بره الشقه. ويرموني في الشارع. عملت معذرين في الجسم. طبعا الجسم مش عمل مع العيال. لا مواضيع دي ماشي يا فندم. المواضيع دي بيدخل فيها عند كبير جدا من الرجل والست، مع انهم ممكن يكونوا واكلين مع بعض عيش وملح وبينهم اولاد ومكشوفين على بعض في كل حاجه، بس لما بتخش حته العند بيبقى التاني عايز يموت التاني ويفلسه ويشحطه ويجوعه. ده الولاد كمان يا استاذ خالد يعني. ما هو الولاد دي بناء على تعاملات بقى التربيه بقى. ان انا مثلا ممكن اكون بطمع ولادي. ممكن اكون ما بحاسبهمش وهم مش ملتزمين او مش حاسين بالمسؤوليه. فبالتالي اول حاجه بيفكروا فيها ان انا اجيب فلوس سهله اللي انا احجر على ابويا عشان يلم فلوس. ازن في ودان مثلا امي ان هي تخلع علشان ناخد منه الفلوس. أيوة. مع ان قضاء الخلع هي هتسيب له كل حاجه. طيب. فازاي ناخد منه اكبر قدر ممكن من الاستفاده قبل ما نخلع ونعيش بقى مع دماغنا. وفي الغالب الولاد دول لما بيقفوا في صف امهم لحد على ابوهم بيسيبوها برده كده، وبعدين بيبقوا عقهين. فيعني انا مش يعني الناس بينا عيش وملح، وازاي بتعمل كده يعني؟ اهل بيطلقوا اولادهم
واولاد بتحجر على الاب وبياخدوها يرموها وحطوها في دار مسنين، لان متاهات هي متاهات صعبه جدا. ده لو رجعنا للاصل لازم لازم نحنن الابن، ما مشيناش على العادات والتقاليد والدين والتربيه اللي هي تخلي الواحد حتى عنده انسانيه. بالظبط، يعني الانسانيه هي اللي بتتحكم فينا. بالظبط، مش القانون. ايوه على فكره، أيوة انت أيوة معظم ممكن تعمل حاجات كتير جدا القانون ما يقولكش عليها، بس انت بتعملها بدافع ان انت انسان. انا فاهم القانون لو الزمني ممكن اخالفه، بالظبط ادفع غرامه، انما الانسانيه الانسانيه لا طبعا. بدانا ننهار في موضوع الانسانيه ده. ايه رايك بقى في كلمه ابن امه؟ انا ابن امي. لا والله أنا يعني بنمي. ايه الراجل ابن امه يعني؟ لا انا ابن امي، والام تقول يمشي على الناس كلها. لا هو مفهوم خاطئ على فكره، لان انا برضو المسلسلات والافلام ليهم تصور معين بيوصلوا لي الناس، وضح لنا بقى، فبينطبع عندهم الحته دي. انا ابن امي طبعا، ماشي. الزوجه دايما بتحط نفسها ند بينها وبين حماتها، ودي اول غلطه بتعملها. لما الراجل بيقع في اختيار بين ام ومراته بيفضل امه، لان هي ام واحده، انما مراته انا ممكن اجيب بدلها 2 3 4 دلوقتي. تمام، بالظبط، ده رايح على جميل. اول حاجه تعملها بذكائها برضو ان هي ما تحطش نفسها في مقارنه بين حماتها ابدا، مهما كان بينهم مشاكل. ممكن الراجل كراجل بيوزن الامور، اراضي ده وراضي ده، اراضي امي علشان ما اخسرش دنيتي واخرتي، واراضي مراتي علشان خاطر هي مراتي وام عيالي وهي اللي مستمره معايا في حياتي الكامله. انما انا لو جيت على امي يبقى انا كده بهدر حقها فيا كطفل تعبت وربته وصامت عليه. ما هو في حموات برضو، واحده تيجي تاخده، ماشي، ما في حموات صعبه، ما في حموات صعبه، ايوه. الراجل هنا بقى بيوزن، مهما بتعمل الست بتبقى برضو حما. انا كنت في مشكله من يومين وعايزه ابنها، عايزه ابنها طيب بتعمل ايه، وعايزه تتحكم في تصرفاته، بتخش في بيته وبتخش انا الراجل هنا بقى ابن امي بس ليا تفاهم للمواضيع، ان دي ست بتغير ودي ست بتغير. واحده ربته لمده 30 سنه، واحده جت تانية خدته قالت له ما تروحش لامك. فالراجل هنا لازم، لا بس في حاجه اسمها ما اروحش لامي، بس مش عافيه لازم الطف هنا باسلوب كويس، يعني الطف خصوصا لما يكونوا عايشين في بيت واحد فبيبقوا قاعدين لبعض. ضراير. ده انا بتكلم على الامهات اللي هي مش طيبه. على فكره برضو نفس الموضوع للحما، دايما دايما تحس ان الواحد لما يجي يتكلم عن حماته حتى لو هي كويسه لازم يقول كلمتين من اي فيلم، ان حما مش حلوه، اي كلمتين، ده حماتي يا عم مش عارف ايه، مع ان هي ممكن تكون ست طيبه جدا، بس المجتمع احنا متصورين بعض المفاهيم الخاطئه اللي بتخلينا نتعامل من خلالها حتى لو ده عكس الواقع. ايوه فانت حماتك بتتدخل في كل شؤون البيت، انت ممكن بذكائك برضو ان انت تراضي جوزك عشان انت بتحبيه، فبتراضي حماتك علشان ترضيه، لان ما تخلوش يخسر اخرته لانه هيخسرك. لا وبرضه هي الحما عموما رضاها من رضا ربنا برضه، يعني نفس النطاق يعني. طبعا بس انت لو 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 مشيناها مجامله، انت جبت لي مراتي حبيبتي، مراتي اللي جابت لي ولادي، وانت جبت لي جوزي حبيبي اللي هو سندي في الحياه. تمام، فما احطش نفسي في نديه. بس في حماوات بتبقى، في حماوات وفي ستات، وحماوات بتبقى صعبه شويه، وفي ستات يعني في راجل حاسه ان ابنها ده لو راح عند مراته يبقى روحها وعقلها وحياتها الراجل بيوزن هنا الامور، لان كده كده الست الام مقتنعه دايما ان ده ابنها ليه حياته تانية هيستقل بيها، بس ما هجرش امي. لا طبعا، في طلبات، في اوامر، في معاش، في عيا، في الكلام ده كله. انما الست لما بتيجي تقول مثلا ايه، جوزها راح معاها كل المناسبات، افراح واحزان ومعازي وولاده واسبوعات والكلام ده، ولما يجي يروح لامه تقول اصل انا عندي مغص مش هقدر اتحرك، اصل خد الولاد معاك، روح انت وانا قاعده، فامه لما تسمع كده هتزعل، هتزعل انت مش عايزه تجيلي ليه. فبالتالي تقول له يا ابني مراتك انت مش عارف تمشيها، حلو. خدي بالك حاجه تانية، ان الزوجه لو مزعله زوجها الام بتزعل، بتطلقها، مش عشان هي في مشاكل بينها او هي غيرانه، لا، لان هي شايفه ابنها مش مبسوط، مش مرتاح. طب مش مبسوط ليه؟ ده انت راجل، انا مربياك ان انت راجل، خد قرارك، خليها ترجع لاهلها علشان يربوها من اول وجديد، ان ام زوجي ليها الاولويه في المكان. بس هي الام لو ساعت ان هو يروح يطلقها، هو طبعا برضه حل مش صحيح. ما هو بينتج عن ايه؟ ان انت باين عليك النكد والمشاكل ومش مبسوط في حياتك، فانت الام بتتقهر على ابنها، استمراريه المشاكل. بس بس احيانا في ازواج، فالزوجه بتلطف
والام بتلطف والراجل بيوزن الامور وبيفرق المشاكل قبل ما تقع. ما حطش في زوج بيبقى مفضل طبعا الام ما فيش بعد الام، لكن في زوج بيبقى حاطط الام دايما ولاغي الزوجه يعني. فطبعا ايه راي حضرتك في الحته دي؟ امي 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 بقى أمي الراجل أمي هنا بيوزن. لا يعني برده اه ما برده لها حقها برده. ما فيش ام عايزه تخرب على ابنها وما فيش حما عايزه تخرب على بنتها. بس هي الفكره في ايه؟ ان انا اعرف امتى اشيل دي من ده علشان خاطر يهدوا لو في مشكله. الزوجه ما تقارنش نفسها بالام، وفي نفس الوقت الزوج يحاول يرضي امه ويرضي زوجته، والاثنين مش لازم يتراضوا قدام بعض. انا ممكن امسك زوجتي قدام مثلا امي اديها كلمتين شداد عشان ارضي امي، وبعد ما امشي اطبطب عليها حبيبتي ما تزعجش دي امي ومش عارف ايه والكلام ده، وهديه صغيره، وان احنا كده كده مستمرين في الحياه مع بعض. انت بترضيها بس قدام الحاجه او الوالد بالظبط. فالزوجه لازم تتفهم الموضوع دون، ما تحطش نفسها ند للام ابدا. انا بنوم انت بنوم طبعا. انا اقول لك حاجه، طب انا كنت في مشكله من يومين، مشكله من يومين، فحد جاي يخطب بنت، فقاعدين بنتكلم، فالام بتتكلم، ام الولد بتتكلم، فالام البنت قالت لها لا ده بتتكلم كتير شكلها هتبقى متحكمه في البيت، في حين ان الام البنت دي ابنها اصلا عقليها يعني مع حماته في جانب حماته، وهي قاعده متضايقه يعني اللي بيحصل لها العكس الدنيا علشان خاطر عايزه تخلي الحما دي تحس ان هي خربت على بنتها زي ما ابنها حماتها خرب. لا قصه الستات دي قصه مشكله خالص. مشكله. معانا علاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه استاذ علي، ازي حضرتك؟ بالراحه بتضيف من حضرتك واحنا بنستفيد والله. اهلا بيك يا فندم. هي في نقطه حضرتك عايزين نتكلم فيها، اهم حاجه ايه الاسباب اللي توصل الطلاق، او الانسان يبقى مقتنع ان هو طلق فعلي وهي مقتنعه ان هي اتطلقت فعلي، امتى يحصل الطلاق؟ انا عايز الحلقه تبقى مع حضرتك استفيد برضو ان الطلاق امتى يكون خلاص انا اقتنعت ان انا طلقت. يعني عشان يعني يكون يعني كلمه الطلاق تبقى مظبوطه مثلا ومحدش بيزعل ان هو طلق. طب الاسباب كلها امتى بقى، ايه السبب اللي يقنع البني ادم او يقنعه ان هو خلاص يطلق، او الانسان يتصرف امتى بكلمه فراق يتحكم فيه خلاص هي الحكم النهائي يعني. يعني اذا استحالت العشره بينهم خالص تاخد قرار الطلاق. ايه الاسباب بقى حضرتك يعني؟ يعني ايه الاسباب اللي توصل للاستحاله ويبقى هم مقتنعين ان هو الطلاق ده كده انسب حاجه؟ ما البيوت كلها ما بتخلاش من مشاكل وانتوا عارفين حضرتك بالظبط. انت الانسان ياخد القرار النهائي يبقى كده ما بلوش اي مبرر بقى، خلاص وصل للمرحله النهائيه او زوجته تطلب الطلاق. دي بس اللي حبيت استفيد من حضرتكم عشان يعني يبقى الحلقه برضه مستفيد يعني. ماشي يا استاذ علي. طب يعني نسمع حضرتك. شكرا استاذ علي. استاذ علاء النقطه مهمه جدا جدا جدا. تمام. ان الراجل دايما هو اللي باقي على البيت مش الست. الراجل دايما قبل ما يطلق بيفكر 10,000 مره، لان هو بيهدم حياته كلها اللي هو قاعد يبنيها. سن الجواز دلوقتي عندنا لسن 30 سنه. الراجل بياخدهم كلهم دراسه وشغل علشان يتجوز، فصعب عليه ان هو يهدم 30 سنه من حياته، لانه هيبتدي من اول الصفر تاني. لان انت حضرتك عارفه ان بعد الطلاق الزوجه بتاخد كل حاجه، لو حضنه بتاخد الشقه، العفش، القايمه، بتاخد نص مرتبه، بتاخد مصاريف الولاد، بتاخد كل حاجه. بالظبط. فالراجل بيبقى صعب عليه، بيبقى نفسه يا عيني غلبان ومقهور وعايز يطلق بس مش قادر. يعني هو عدم بيبقى مش عايز يطلق عشان كل البرود دي. لان هو بيحسبها بالدماغ انه هيبدا من جديد تاني. متاهه الست ممكن تطلب الطلاق لان هي حاسه ان جوزها مش حاببها من ناحيه المعنويه. يعني ممكن يكون بيصرف مخليها مش عايزه حاجه، بس هي حاسه ان هو ما بيحبهاش. فزهقانه في عيشتها. انما الراجل لا، لو الست ما حبتوش هتفضل عايشه في بيته عشان تحافظ على الكيان اللي هي عاملاه. انما الراجل يطلق هيهدم كل حياته اللي فاتت. هو بيوجه حضرتك سؤال، بيقول لك يعني ازاي نتجنب بقى؟ لا مش ازاي نتجنب، يعني ازاي لما يتم الطلاق نبقى احنا مقتنعين ان الطلاق ده احنا مش زعلانين ان هو حصل، يعني او الاسباب اللي بتؤدي للطلاق واحنا خلاص ده لازم يتم الطلاق. استحاله العشره بين الراجل ومراته سببها المشاكل. ايه طبيعه بقى المشاكل؟ الحاجه اللي ما تكون الجوازه طبيعيه. انما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان الزوجه من حقها تطلب الطلاق في جوزها لو كان عاجز جنسيا او عنده عقم وهي عايزه تخلف. تمام. طب مفيش وخلفت والكلام. اصل خدي بالك ان الازواج بتيجي تقول لك، في زوجات بتيجي تقول لك لا انا جوزي بخيل انا عايزه اتطلق. طب ما هو البخل برضه بيسبب مشكله وحش كبيره. بس الشرع اباح لك ان انت تاخدي من ورا جوزك من ماله وتصرفي على البيت علشان يفضل قائم بذاته. واذا حس ان هي خدت وعملت بيعمل لها مشكله كبيره
ما دي تبقى برضو تأدي مشكلة تانية. هتأدي المشكلة بس أقل من إن هي تتطلق وتطرد في الشارع ويبقى عندها حمل أكبر من حمل الزوج ذات نفسه. أكتر حاجة يستحال فيها العيش بين اتنين والطلاق فيها يتم يدفعهم للطلاق إن الاتنين يقعدوا ند لبعض. يبقى الكلمة بكلمتها؟ كلمة بكلمتها. لا راجل هيقبل على نفسه كده ولا الست هتبطل. لا ما هي الست مش هي الست من حقها ان هو راجل يقول لها كل حاجه، لكن الراجل مش هيقبل ان هي الست تبقى الست اللي ترد على جوزها. ترد على جوزها سواء رد، في ستات بترد ردود تخلي الراجل مستفز، اللي هو انا ما قدامش حل تاني لازم نتطلق. زي مثلا طلقني لو كنت راجل، طب انا راجل وهطلقك. لما يجي مثلا واحد يهزر مع مراته يقول لي انا هتجوز تاني، تقول لي طب انت قادر عليا لما تروح تتجوز تاني؟ انت كده انت بتقضحي في رجولته ذات نفسها. طب ما هو فبالتالي برضو ما برضو دي كلمة دي صعبة، دي برضو ما صعبة ما هتجوز تاني عليكي، ما دي برضو اكتر حاجة بتضايق الست. بيهزر اصل هو بهزار. في كلام بيتقال مش قيد التنفيذ بالظبط. في رجالة طول ما قاعدة انا على فكرة انا هتجوز، انا بكرة هتجوز، طب هو انت شايفة حالته هيسمح ان هو يتجوز؟ سواء صحية او مادية او وقتية. فهنا في رجالة على فكرة عايزة تتجوز ما عندهاش وقت، مطحون في الشغل في شركه في شغلانه طول النهار بيرجع تعبان، هو نفسه بس ما عندوش وقت ومعاه فلوس على فكره وصحته كويسه وشغال كويس، بس هو نفسه بس مش لاقي وقت، مطحون في دايره تانية او كان عنده طموح تاني بيعمله فلسه ما خلصش، ما عندوش الامكانيه ما عندوش الوقت ما عندوش الكلام ده كله. حته ان انت تعيش مع حد ندي ليك في البيت، لا انا راجل، انا بنتهي في اخر الامر ان انا راجل اقول واعمل اللي انا عايزه وانا متحمل مسؤوليتي كامله. حلو ان يكون ان انت بقى تقعدي توجهي فيا وتقولي لا كده صح كده غلط، لا ما تعملش اصل عايزي، وتقعدي ترد عليا، لا خلاص امسك البيت بقى وامشي. وخدي بالك احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان الست اللي بتصرف في البيت الراجل بيتعود على مصروفها، فالايه بتتعكس فبتبقى لك كلمه عاليه والست هي اللي بتصرف. فلما تيجي تكلمه انا جبت انا عملت لولايا ما كانش حصل، طب فين؟ مع السلامه. بيريح دماغه ودي في معظم البيوت بقى اللي الستات بتاخد مرتبات فيه اكتر من الرجاله، هي مش عايزه تعيش على قد مرتب جوزها فبالتالي بتشتغل. ستات طبعا بذكاء بتنجح في شغلها وعندهم فرص كتير جدا، فلما بتاخد فلوس اعلى من جوزها يبتدي جوزها يقول لها ايه، انا على فكره مش هجيب دي عشان خاطر مش عارف ايه امكانياتي ما تسمحش لها، لا انا هجيب وتجيب. فلما يجي يتكلم دي بتاعتي انا اللي جايباها، انت مالك؟ ما هيبقى بقى انا اللي جايب ده وانت اللي جايبها. في ند نديه يعني في مشاكل استحالة العشر حتى لو بينهم ايه، ان انا مش هقعد بيقولوا ايه تقرزيني او تقرصيني يعني كلمه كده تخلي الراجل يقول لي كلمه مش قاعد على بعضه، ده حرق دم يعني، ده حرق دم ده هيبقى انا مش مرتاح. انا البيت اللي انا عملته واتجوزت وصرفت وجهزت وعملت سويت انا مش مرتاح، طب انا اقعد فيه ليه؟ ايوه فبيبتدي يخش حته العند. انا عايز ادافع عن نفسي وعن رجولتي وعن كياني كراجل، وفي نفس الوقت انا عايز ازلك علشان انت درجه تانية بالنسبه لي، فلازم انت هسيبك تطلقي. هو بالنسبه له الطلاق حاسس ان هو ذل للمراه، هو الراجل معتقد كده مع ان في ستات كتير بتنجح بعد الطلاق. ايوه بس هي كسرت اول سنه سنتين دي لان الطلاق بالنسبه للاهل برضو صعب طبعا يعني اكيد. مش عارف ازاي طلاق البنت لما تجيلك متطلقه بتبقى شيء صعب، الام ممكن تروح فيها. ايوه فعلا البنت لذلك الاهل دايما بيضغطوا على بناتهم بالذات مش الولاد بيضغطوا على بناتهم انه كملي يا بنتي واستريحي، لان انت لما ترجعي لنا مطلقه هم عارفين مقهورين من جوه ان بنتهم مش مبسوطه بيتها اتخرب. برضو موضوع الطلاق اذا كان الزوج مهمل لزوجته، مفيش اهتمام، مفيش حته ارتياح نفسي ما بينهم وبين بعض، دايما العامل المادي حاجه والحاجات الشخصيه او الراحه النفسيه ما عطاش الفرصه ان تتكلم معاه، دايما بينهم بعض خلافات او العكس يعني ممكن حتى هو لو هو جاي من الشغل ينزل لو هو جاي محتاج يتكلم يتكلم معاه ممكن تقول له لا ما تكلمنيش انا مخنوقه انا عندي انا برضو الحاجات دي كلها انت عارفه هيتكلم فين فبيضطر ممكن يتجه اتجاهات اخرى. يعني انت عارفه ان في رجاله بتيجي تهزر مع ستاتها بيقفشوا بيزعلوا. انت ايه اللي انت بتقوله لي ده؟ ما هو ممكن مش متعودين. لا مفيش حاجه اسمها مش متعودين، امال في ايه فتره الخطوبه فتره كتب الكتاب عيل واتنين والتالت ومش متعودين على بعض. انا ساعات بخش مثلا اهزر مع مراتي بتكون مودها وحش. طب معانا مداخله باسم حضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ محمد؟ ممكن اتدخل معاكم؟ اهلا وسهلا، اتفضل انا
معاك الفن الحوزي من منصورة بأهلية. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. تفضل. دلوقتي في السعودية وبين الوقت فيه شوية خلافات ما بينهم وما بين امرأة الوقت. أنا جيت زوجتي خدت العفش بتاعي. خدت العفش؟ وقعدت معاه صار 4 أيام وخدت مني 25,000 ريال وراحت على الأبوه. والوقتي عملت عايزة تعمل عملية خلع، يعني عارف البين ومعاه ولد. عايزة تعمل خلع؟ عايزة تخلع نفسها دلوقتي ما خدت فلوس عشان تعمل نفسها، خدت فلوس. خدت فلوس وخدت حاجاتك يعني، خدت حاجات الشقه يعني وكده. انا جيت لما خدت العفش بتاعي وخدت فلوسي، خدت 25,000 ريال وراحت عند ابوها. حضرتك كنت مسافر؟ انا كنت في السعوديه وقعدت سنه. ايوه. لقيت هو بتصل عليا قال لي مراتك بددت العفش، لقيت المهم خدت قعدت معاها 3 4 ايام خدت مني 25,000. طب يعني هي عايزه تمشي ليه يعني؟ او حصل مشكله بينك وبينها يعني ادت ان هي عايزه تمشي وعايزه تعمل قضيه خلع؟ ما هو ده مش هيبقى بالفراغ يعني اساسا يعني اكيد. لا هي دلوقتي انا كل شهر لها مصروفها بجله بجله حضرتك. تمام. المهم الوقت في هي مشكلتها الوقت ماشي ورا ابوها، انا معايا بنتين كام وولد. ماشي كل شهر ما بين. المهم جه شهر واحد ما بعتش لها المصاريف. المهم ابويا قام بالواجب بعت لها المصاريف دي. المهم قالت له قامت مرجعه منه ايه الحاجه، قالت له لا جوزك بيخونه وجوزك بيعمله. المهم دلوقتي قامت بره رحت اجيب طلبات للعيال، ببص لقيت قامت واخده الفلوس 25,000 ريال وقامت رايحه عند ابوها الوقت. بعت ناس عشان نصالح ونعمل، الوقت مش عايزه تصلح، رمت عيالها والوقت عملت لي مقدم خلع ما اخذت فلوس. هو راجل معروف الناس بتحب الفلوس. طيب تبقى معانا حضرتك واحنا هنشوف الموضوع دوت. ماشي شكرا يا فندم. شكرا. موضوع الخلع بقى في بيت ام العفش اللي نفس ما بقى موضوع الخلع ده بقى مشكله كبيره يعني احنا ستات بس موضوع الخلع ده صعب شويه. خدي بقى حضرتك ان اصلا في الحديث الخلع اصلا خد الحديقه وطلقها تطليقه. فيعني انت بتاخدي ليه حاجه انت هتخلعي؟ فما تاخديش حاجه، سيبي كل حاجه. اللي انت عملتيه ده سرقه. تمام. دي سرقه. هي كده سرقته. وخدي بالك ان دي 5 مداخله للرجاله. ما كل ما في يعني الستات هي اللي ظالمه عشان الستات هي عايز تاخد العفش وعايز تاخد الفلوس وعايز تخلي الراجل دايما مش قادر يكمل حياته وعايزه تذله وعايزه هي مش عايزه تذله. طب يعني احنا يعني طب الحل ده ايه؟ نعمله ايه يعني؟ يعمل ايه الحل ده؟ هياخد برضو الاتجاه القانوني ان هو يبلغ، بس لو ثبت انك فعلا كان في فلوس في البيت انت تقدر تعمل بالعفش، مش هتقدر تثبت الفلوس. ما الفلوس مش هيقدر يثبتها بالظبط. وفي نفس الوقت حتى لو قعدت جلسه صلح وحبت ترجع البيت ما تعملهاش، انتهت القصه بالنسبه لها. بس هو ليه حق عندهم شرعي. طب احنا بقى في النهايه كده كل عايز العفش، بص للعفش عشان لو خدت ايجار حديث تروح تفرش وتتجوز تاني وهو مش مهم يروح يقعد عند امه. عشان كده بقول لك ما تخسرش امك، خليها عشان انت هترجع لها تاني. لا ما هي هي الام بس برضه لازم يدي للزوجه حقها. ما هلا يعني. طيب بكلمه اخيره حلوه كده تقولها لي كده عن الاسره يعني برضه والزوج يعني يعمل ايه بالظبط؟ الراجل ايوه نصيحه بقى. نصيحه عايزين نسمع النصيحه. نسمع النصيحه. الراجل دلوقتي طبعا مع ضغوط الحياه والكلام ده كله ما بقاش عنده. على فكره في رجاله كتير ما عندهاش حته النحنحه. ما عندهاش الصبر. تسبل وتقعد تقول كلمتين وتجيب ورده انا في حياه عمليه. ضغوط الحياه بثبت حبي لمراتي ولولادي ان انتوا بتاكلوا وتشربوا وتتعالجوا وتلبسوا وتروح النادي ودروس والكلام ده كله، كل ده انا بعمله علشان انا بحبكم. مش هقدر اعمل اكتر من كده. كون ان انا اخد بقى مراتي بعد قصه اليوم وكلام ونقعد مع بعض نتكلم، دي لازم تحصل كل يوم. لازم اعرف مراتي متضايقه من ايه، عايزه تعمل ايه، اتكلم معاها لغه حوار بينكم بحيث ان الراجل دايما هو اللي بيبدا الكلام. اللي هو انتوا عملتوا ايه؟ مالك؟ طب زعلانه ليه؟ زعلانين ماما ليه؟ الولاد زعلوا ماما مش يعني. فلازم برضو حته ان النصيحه للراجل ان انت دي اعتبرها يعني واحده ست. خد بالك او خدي بال حضرتك ان معظم الناس اللي بتطلق بيقول لك احنا بقينا اصحاب بعد الجواز. طب ليه؟
لأنه الراجل تخلى عن مسؤولياته، حاسس إن الست دي اللي هي طليقته ما بقتش من مسؤولياته، فخفت عليه ضغط الكلام والطلبات والكلام ده كله. فالنصيحة للست، بطلي زن، بطلي طلبات، بطلي نكد على جوزك لما يجي يهزر معاكي أو يتكلم معاكي، تقبلي الكلام حتى لو كان هو دمه تقيل ورخم، فهو جاي متخيل ان هو البيت ده بتاعه وان هو ألطف شخص في العالم، فلو قال لك نكته بايخه حتى تضحكي عليها. يعني حاسي دايما ان انت ست، عاملي بذكاء الست. تمام، عاملي بذكاء الست. طبعا الست احنا طبعا النصايح الجميله دي اسمها، يعني اتمنى ان كل سيده سمعانا تهتم بالنصايح دي عشان البيت يمشي. يعني خدي بالك من جوزك، خدي بالك من جوزك، مستنيينه ستات كتير جدا، وعيشي لا مش كل حاجه، مش يعني اتحملت لدرجه ان هي تيجي على نفسها. لا ما مش هتيجي على نفسها، بس في بعض الامور لابد ان احنا نتابعها ونتغاضى عنها. يعني قد ما نقدر ان احنا نهتم ببيتنا وزوج، وتبعدي بعد الناس ونحكيش لاصدقائنا وجيراننا وحصل مشكله كذا، الموضوع بيتسع. خلي دايما كل حاجه في محيط بينك وبين نفسك وبين جوزك، مفيش اي مشاكل، وما تدخليش دايما مشاكلك للاسره للعيله، لان طبعا العيله بتكبر مش بتني. كل واحد بيتحمل الطرف اللي بيقول كلمه وده كلمه، والدنيا بتزيد والمواضيع بتكتر وبتبقى مشاكل كبيره جدا. طبعا وقت البرنامج جري واحنا مش عارفين نقول ايه، هنقول احنا سعداء جدا بلقاء حضرتك. انا اسعد طبعا، ومتشكرين جدا يعني لكل النصائح الجميله دي. كان نفسي اقدم لكم حاجات اكتر من كده يعني، متشكرين جدا وقتنا ده. لا لا، كلام حضرتك اللي بيجري معانا الوقت بصراحه. نشكر استاذ خالد على الحلقه الجميله، واشكركم اعزائي المشاهدين، واقول لكم تصبحوا على خير. تصبح.